أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان أمس. وقالت المنظمة الإغاثية عبر منصة إكس، قالت إن العديد من موظفيها فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصابا منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين. وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، معتبرة أن هذا مؤشر على شدة القتال. كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.